طيب مع رقم أبو عمد يتصل له. شلوني شلوني من بلاد على بلاد شلوني دار محبوب الوطن شلوني من بلاد على بلاد شلوني دار محبوب الوطن شلوني انا ورثه الجميع يا جماعه اللي يحبني ويحترمني ومن الفانزات ومن المعجبين وعنده رقم هذا ايش اسمه عجوز النار ايش اسمه ايش اسمه ابو عمد من ايش اسمه ذاك الشاي اللي يسب الناس الرعياني عليه لون ايش اسمه هشوم هشوم اللي عنده حساب هشوم الرعياني يدخل يقول لها كان قد تكتك انتظرك قال ابو حمضه قال من ابو حمضه ابو حمضه يبيع سياح أنا الآن وأنا ودي أوري حجمه الصغير أرحب يا المنشد أوري حجمه كم يسوى طلعت الأسف هذا من هنا ما ودنا سألنا عندش واحد يلا يا جماعة شير اللايف واحد لشير اللايف اللي شير اللايف هذا الشخص اللي شارك اللايف وشير اللايف تحياتي العسكرية له العسكرية اللي شير اللايف اللي شير اللايف سلامي له اينما كان هذا هو فانز اكيد و100% هذا انسان مخلص وانسان لا يدور الزله ولا يدور الغلط من ابو حنظله عشان يتربص وياخذ غلطي وينشره هذا انسان صادق مع ابو حنظله فالله يوفقه ويسعده وينصره ويزوجه حتى الثاني هذه اصبري يا اخت سلمى اصبري يا شيخي خربت صلحت صبرت عادي دام اني ما ظلمتك ولا غلطت عليك ولا وجعتك خلني في حالي اخرب اصلح اصبر انجح خلني في حالي يا اخي يوم القيامه قربت خلص اصلح اصدق مع ربك بس لا اصدق معي اصدق مع ربك عين نصيحه لك اللي يقول لي خربت يا ابو حنظله ما عليك من خرابي ما عليك من صلاحي ما عليك من نجاحي ما عليك من مستقبلي ما عليك من اي شيء اقدمه انت اصدق مع ربك وبس اصدق مع ربك والله العظيم الشيء اللي ما يغفرها الله هو الكلام السلبي اللي يتكلم في ظهر الغيب هذا الشيء اللي ما يغفره يوم القيامه يقول ربي تسامحه ولا ما تسامحه اقول والله ما سامحه عادي ادخل سواء ليش صادق مع ربك يا اخي اصدق مع ربي ما اصدق مع ربي ما انت شي ولد ربي الله لم يخلق له احد يلد لم يلد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ما انت شي ولد الله يا اخي اصدق مع نفسك ما لك دخل في الناس خل الناس ان شاء الله ندخل النار تدخل هناك النار وتدخل الجنه دع الخلق للخالق دع الخلق للخالق تمام عادي اكون ان شاء الله افسق الفاسقي مطعم فين ما لك دخل من الناس ما لك دخل مني عادي اقول كيف ما كنت انت خلك صالح مع ربك وخلك صادق مع نفسك اديت لك اكبر من حجمي وخلك لا للكل للكل انا اقدم نصيحه للكل والله يا جماعه والله اني قعدت مع رجال مطوع انسان يخاف ربه هو ادالي نصايح اقسم لكم بالله لا ماشي بشعر راسي قلت ذا الحين غلطت عليهم زمان وإذا تكلمت عليهم وأنا معرفهم وين ألقاهم يسامحوني أسأل الله أن يسامحني والله من هذا العينة من هذا العينة من هذا ولا من هذا العينة من عينة المرتاح أشتنصع وتقدم لك لكفة أشد الله شهادة أنه سعر بودي حق الشخص هيا لعب العب وان ساكت العب يا ابو حنظله يا اخي اسمي ابو قنبله ما لك دخل فيني الا اول ساكنت عدوي يا ابو حنظله اول ما شفتك هكذا وانت بالقعش تذكرت الخيول حق الكورنيش الذي يتصوروا فوقهم من عشر عبد الله انك ذكرت الخيول هذا وش دك تعال هذا وش ذكرك بالله الحمر حق زيد
لا انا ذكرك بالاحسنة وانا ذكرت رفاقي بليش الحمر حق جدي يا مضحك يا دبدو ماشي مضحك والله انه جاب الحقيقة طلع هذا طلع شوف انا لو جبتها بلساني بتزعل يا ابو حمد الاخ يمني هذا الذي جنبك ما يقولوا لك كم وزنك يقولوا لك كم انت لتر مثل البرمي والله ما ضحك والله ما ضحك اخي الطلاق انك اخي والله انك اخي مثل البرمي يا اخي اول ادم يشوف 400 لتر وهذا الذي جنبك قد يمني حرام ما فيك راحه والله ما فيك راحه سهل يكفي الاسم يكفي الاسم يكفي الاسم يا ريت علي الطاق لو الناس تعيش بالاسامي اقسم لك بالله انهم لا ياكلوا ذهب نتكلم بالطاق قل انه 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 سهيل فسمع يا شوف يا اسمه مرتاح اسمع يا الخير الاوروبي اسمع الحمد لله انك جايلي بالقعشه اسمع الحمد لله جبت حظ الاحصان اسمع يا جماعه اللي بيغلط على المرتاح علي شباب ثلاث ورد اللي بيغلط على مرتاح عندي اقسم لكم بالله لا دقوا عليه ألف بلوك لو انا على صاحبي انا ومرتاح عاد نسولف نتكتك نضحك بس انا اعزه ويعزني هذا دردك الله يعز قدرك الله يعز قدرك يا ابو حنظله لا تخلني عليه الطلاق عليه الطلاق لو كان محمد اخي لحضره انا اقول لكم الان الكلام الوافي كلام وافي بيننا مزح وطقطقه بحدود انا مع هذا اسمه عجزنا صاحب عجزنا هذا صاحب ابو عماد صاحب عجزنا صاحب ابو عماد رعب يا سيف النعيم رعب شباب الدبل ليش وابو عماد ماله ابو عماد ايش مضربة التيك توك ابو عماد عليه الطلاق ما يسوى هلا له ابو عماد الهامه اليمنيه الكبرى يا ابو حنظله لا تطلع ابو عماد بكى على شيلاتك اصبر واحد ارسل لي مقطعه قبل اليوم بالليل والله فيقول لا اشتاك ابو حنظله قام انا ابو حنظله ابو حنظله يبيع صوايح والله رجع في الأخير بقى قال بس أنا أحبه جماعة بالله شير اللايف شير اللايف عادي لا حد عم ولا حد عم يحتوى ورده الخصم ضعيف المرتاح شباب تكبيس لا يتمادى أبو حنظلة يقول علينا خصوم ضعيف لا حاجة التكبيس ولا دعموني حتى شاكوش المرتاح خصم ضعيف عادي ما عندي مشكلة ما ولا بحكم علي أصلا إنسان شابع ديون مني شابع ديون يا مرتاح لا شكلك حرام لو أنت صاحب بقالب ما تقول هكذا خلني أشوف الحين بان الفطر عين بان الصباح يا حبيبي وين تميز الحين بان الصباح هذا الشاهي وهذا الأمور وهذا واحد دائما اصبحه والله ما يبين وجهك الشمس والله العظيم فلذلك يعني ما بتصبحوا عدس او فول يا ابو حنظله عدس ولا فول او ما هذا او برعي والله ان عدس من حق امي وسحاوه وجبن الله يحفظها امك انا موجوده يا مرتاح يا مرحبا بك يصبحني فول وينزل لي 6 مقاطع في السناب والله اكتب لنا لو اكله في سندويش بالبيض لا نزله ما اخذك محتوى بعلب فول ما انا بعلب فول ما بالله محتوايا بيد الداري قد نرسل لها اقول عندي لك مفاجاه تعال ويجي اصوره اديتها رايح ما حد سمعني مفطحات الله العظيم ما قد ضيفني الا قبل امس زيني 400 والله ها والله 400 مش حقه والله انه حق واحد معروف يلا افطر يا ابو حنظلة ولا انزل جوله الاخي ما عندكش مستوى علي يا العماد ما عندكش مستوى لا اسالك بالله وراس من يعزي على كم عندك باللايف بالامانه والله انه 223 علي غضبي انا عندي 700 يا صغير
خلهم يدعموك انت مثل ابو عماد ست مكروه. انا انصحك غير شبابتك والله غير محتواك والله غيره غيره خلك فانس تبعي على الطلاق تضرب ملايين. عم سعاوق جبن يا محسنة شباب تكبيس هو قرفول عليكم لا يغركم أبو حنظلة. كيف شكلي؟ شوف كيف شكلي معك قبل الفطور تمام؟ علشان تلاحظ شوف الرجل هذا بعد الفطور. ربي لو أتصبح اللحم زغاء لو أتصبح الفيتامينة بالله العظيم ما فيك إلا الضحكة حالي ولا الكري. هي علبة فول يا أبو حنظرة. لم أذكر ضروري اسمعني الحب. أنا في المدى صار عيبة هو بيضاء الدبل نزجة هذا عدس. الله يلعنك مع السلامة. بالعافية بالعافية عم الدجاج. المفروض أنت يا أبو حنظلة بالقعشة هذا المفروض يكون يرجموا لك قضب مثل الخيول مثل الحمد لله عادي مثل الخيول يكون يطرحوا لك شعير تحتك. والله صد والله بس ما حد فهمني. والله ما حد شباب الدبل 40 نقطة يا جماعة بالله قفلوا 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 ولا الدبل شوف داعميني بس قفلوا الدبل يا عيال اوه باقي اوه اوه احنا ما ندور الدبل يا لبا قلبك انا والله عبود يا يافع اخوالي يافع بالله يا جماعة والروح حجمه طالبكم طلب والروح حجمه لانه ما عنده دعم ويقول ما عندي دعم بس وروه وروه الحجم لا فزت على السطة شباب تكبيس احنا مدبلين من الله شير وروه 800 رجال وروح المستوى على السطام شيء وروح المستوى بالله وروح المستوى بالله وروح المستوى وين تفوز وين وين تفوز وين تفوز مصطبح فول وتشتي تفوز على المرتاح الحمد لله شباب تكبيس نعمة من الله لو افطر خبز وماء نعمة من الله الحمد لله ما عبناش ما عبناش الطعام عبنا في ناس ما حصلوا الخبزة يا صاحب عمران في ناس ما حصلوا الخبزة احمد ربك احمد ربك واعتذر اعتذر يا اخي نعمل ما قلنا فيها شيء بس انت مصطبح فول مش انت مصطبح لحم وتشتي تفوز شوف ما قدرت تفوز شوف شوف يا جماعه الحين ما قدرت تفوز انت غلط خرق التعبير شباب تكبيس لا تغلط تكبيس ما تكبيس الدبل وتدور دبل انت غلط تقول تاكل فول حاسسني بتاكل يا حبيبي كنت تاكل من صباح ربك ها انت عارف ايش الصباح المرتاح ايش الصباح ها ايش الصباح همبرجر قر ايش اسمه همبرجر قر همبرجر قر كلمه المرتاح على لا علشان اقول مضحك والله خلاص سامحوا على الغلطه الاولى ترى قلت يا حبيبي اعتذر للشعب اعتذر للناس الجايه دخل الشعب ايش دخل الشعب في الموضوع هذا اللي ما قد وش تاكل اعتذر قلت لهم بين الصباح همبرجر لا لا انت تاكل فول وقلت لك تفوز ليش الفول ما هو ايوه تاكل فول وتشتي تفوز كل كبده ويجي فوز لا 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 شوف تاكل فول وتشتي تفوز شوف شوف يا حبيبي شوف انت الحين اصطبح كبده وبعدها فوز على المرتاح هذا في الجرعه 10% وخانك التعبير كيف لو انا اقول لك اصطبح كبده وفوز على المرتاح اما تصطبح فول وتشتي تفوز وين تفوز؟ جماعه اصحاب الفول وروا حجمه كيف اصحاب الفول؟ طبع فول بيدعم ضروري يعتذر يلا اصحاب الفول قال لك اصحاب الفول ادعموني العالم كله يصبح فول تكبيز يا شباب تكبيز الله لا سامحك يا مرتاح على الطلاق يا هذا هذا الضيف انه اكل الفول والجبن الضيف يا رجال قد اديتك حاسبتك دعم دعمتك افتح الداعمين هذا حق الفطور لا تشغلني يا اخي مليت كرش والدنيا علي العفايه يا ابو حنظل الضيفاك يا اخي الضيف 7 ايام هذا على الطاق له 3 سنين قد بين حاسب دعم يا مرتاح ايش يزيد علي الطلاق علي الطلاق يوم جيت السكاني قال كم السكن هنا اني حسبت من ضمننا
الناس عدد السكاني حسبه. احمد الله يا ابو حنظله انه تسجل اسمك اسمك جنبك. سجل ورجل عصير جنبك احمد الله يا ابو حنظله. انت تقول اخذها علشان شكلك تباجي ايش؟ قلت لك داري مستامر اجيب لك مكان. الله يقلعك ما اجي الا والدنيا فل عندك. عاد لو بتوريني وتغرني وتصطبح كبده ازيد اقول اوه احسن علاقتي مع ابو حنظله. والله ما في الاكل فخر من اخوك. لكن علي الطلاق من جهه الرياض لك واجب وكرامه. والله انك رجال عسل يا ابو حنظله ونعم بك. المزح مزح والواجب واجب. الله الله. هذا الرجال لو افتح بطنه تلقى اسمه مسجل ابو حنزله بالانجليزي. شوف كيف الله يشرب الشاي تقول انه عرايسي. انا حاسب حق الفطور. الله تحياتي يا ابو حنظله والله يا اخي ما عندكش مستوى.